مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل بيتزا كيتو دايت، سهله وسريعه كثير بدون اي نوع دقيق. يلا نروح على الوصف. لوز 100 جرام، بيضه واحده، ثوم بودره نصف معلقه صغيره، بصل بودره نصف معلقه صغيره، ملح نصف معلقة صغيرة، بيكربونات الصودا أو بيكنج صودا معلقة صغيرة، خل معلقة كبيرة. بنخربطهم مع بعض عشان يتفاعلوا وبنوضعهم مع الخليط وبنطحن. الوصفة صغيرة، محتاجة طحونة أو خلاط أصغر من هيك. انتم ممكن تضاعفوا الكمية منشان الخلاط يقدر يشتغل. انا وضعتها في خلاط اصغر، انتم ممكن تضاعفوا الكمية. انا ضفت معلقتين ماء منشان يمشي الخلاط او يقدر يقاوم الخلاط، لانه الكمية صغيرة ما بدي اعمل كمية كبيرة اخسرها. عندي وصفات كتير موجودة، انتم ممكن تضاعفوا الكمية. هيك اصبح شكلها مثل هيك لازم تكون، وهذا هو الأفضل، أفضل خلاط، ولكن لازم نضاعف الكمية، هو هذا الأفضل وأسهل. أي نوع جبن مناسب للبيتزا 200 جرام. ضع الجبن في الميكرويف لمدة دقيقة تقريبا، أو ممكن نستخدم على مندوب الجبنة على نار خفيفة في الطاسة أو في المقلة. هيك لازم تكون تقريبا، أخذت معي دقيقة. نوضع الخليط مع الجبن وبنعجن جيد حتى تتماسك العجنة، لازم نعجن جيد. هيك اخذ معي 5 دقائق تقريبا. مثل ما انتم شايفين العجنة متماسكة. نوضع ورق الزبدة وبنفرد العجنة. موضوع كتير بسيط وكتير سهل. ممكن نوضع استخدام اي قالب متاح عنا، او وضع طبق ونقطعه بالسكين، ممكن يعني مش شرط، ممكن نعملها بشكل عشوائي. نوضع صلصة الطماطم وبندهنها، وبنوضع الجبن. كمية الجبن انتو حسب ذوقكم اوضعوا كمية الجبن، وبنوضع الخضار ايضا، خضار حسب زوكم. مدتها تقريبا تاخد في الفرن 15 دقيقة، او حسب نوع الفرن لازم انتو تركبوها. لزيادة نفس الشي، لزيادة ممكن نعملها في قوالب اصغر، او ممكن نعملها بشكل مثل هيك بشكل عشوائي نعملها. اغلب الوصفات اللي بعملها فيها مرونة في كل شي. نوضع الخضار ونفس الشيء نوضعها بالفرن. هيك اصبحت هذه جاهزه بعد 15 دقيقه، لازم انتم تتبعوها. انا شغلت الفرن من فوق ومن تحت شغلت الفرن. هيك اصبحت جاهزه. هذا توابل البيتزا موجوده تحت في صندوق الوصف اذا انتم معنيين فيها. كثير هي روعه توابل البيتزا، موجوده تحت في صندوق الوصف. هي بتعمل طعم كثير للبيتزا التوابل، إذا بدكم تعملوها كتير بسيطة وسهلة. اشتروا الأغراض وخلي العطار هو يعمل لكم اياهم. شوفوا كيف شكلها من تحت، كتير هي روعة. خلينا نتذوق. بصراحة الطعم روعة، أتمنى إن أنتم تجربوها. اكتبوا لي رأيكم بالوصفة، رأيكم بهمني كتير. في أمان الله.